تحياتي لحضراتكم من جديد في هذه التغطية والمتابعة المستمرة معكم من الآن لرصد كل ما هو جديد على الساحة. حثت الخارجية الهندية جارتها باكستان على إعادة النظر في قرارها بخفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أن ألغت نيودلهي وضعا خاصا كان يسري على الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليها. أبدت الخارجية الهندية في بيان عن أسفها للخطوات التي أعلنتها باكستان أمس، مطالبة إسلام آباد بإعادة النظر فيها من أجل الحفاظ على القنوات الطبيعية للاتصالات الدبلوماسية. كانت باكستان قد أعلنت بالأمس أنها ستطرد سفير الهند، إضافة إلى عدم إرسال مبعوثيها الذي كان من المقرر أن يبدأ بمهامه قريبا إلى نيودلهي بعد إلغاء المزايا الخاصة التي كانت تتمتع بها كشمير. شهد إقليم كشمير المتنازع عليه ذو الأغلبية المسلمة والخاضعة للإدارة الهندية زيارة ملموسة من حدة أو زيادة ملموسة من حدة التوتر منذ بداية العام الجاري، حيث وصل التصعيد إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الهند وباكستان. بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، وذلك بعد أن قالت باكستان أنها ستطرد كبار المسؤولين الهنود وتعلق تجارتها مع الهند بعد موافقة البرلمان الهندي على تقسيم جامو وكشمير إلى منطقتين وإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة. وتحركت القوات الهندية بشكل عاجل لفرض الحكم الهندي على المناطق المتنازع عليها في كشمير، وذلك بعد أن صوت البرلمان الهندي على فرض الحكم الذاتي. كشمير هي موضوع خلاف بين كل من باكستان والهند حتى قبل الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، وأصبحت بؤرة لصراع دولي متواصل منذ أكثر من نصف قرن، وتتصارع عليه اثنان من القوى النووية، وذلك لتصبح من أكثر مناطق الحشد العسكري في العالم. وبموجب خطة التقسيم المنصوص عليها في قانون الاستقلال الهندي، كان لدى كشمير الحرية في اختيار الانضمام إلى الهند وباكستان، ودخلت كشمير مرحلة الصراع ما بين الهند وباكستان، وبدأت حرب أخرى في عام 1965، في حين خاضت الهند صراعا قصيرا لكن مريرا مع قوات مدعومة من باكستان في عام 1999. وفي تلك الفترة أعلنت كل من الهند وباكستان أنهما قوتان نوويتان. دقائق قليلة ألقاكم من جديد في موجز إخباري يأتيكم في تمام 11:00 صباحا، دائما ابقوا معنا.